مدينة الرستان 20/1/2014. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. أخي تحكينا شوي عن وضع المعيشة عندكم مدينة الرستان. يا أخي لا غاز لا أكل لا شرب، الغاز جرة الغاز غالي، كله غالي بالرستان عندنا، ما في شيء موفر. طيب أخي عم يصير عليكم قصف أنتم مدينة الرستان؟ القصف كنهار من كتيبة الهندسة الطيران الميك. امبارح جت الطيارة ضربت غارتين على الرستان، راح ضحيتها 15 شهيد وجرحى لا يعد. طيب أخي نحن صرنا لك عبواب مؤتمر جنيف 2، شو بتتوقع أنت من هذا المؤتمر؟ والله أتوقع شيء يا أخي، كله فاشل فاشل، كله عم يهدروا بدم السورة وعم يلعبوا على الشعب، ما عاد يعرفوا شو بده يسوا عشان يضحكوا على الشعب. طيب أخي نحن لك فصل شتاء، شو مجهزين أنتوا لهذا الفصل؟ والله ما مجهزين شيء، ما لنا غير رحمة الله. حسبي الله ونعم. طيب أخي شو بتوجه كلمة بالشر الأسد؟ الله لا يوفقه، ومهما قصف ومهما دمار لحنا شعب سوري سوف نضل صامدين. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك. الرستان 20/1/2014.